السلام عليكم. تكلمنا بالمحاضرات السابقة بالكراون اند بريدج المرحلة الثالثة عن Principle of Preparation، وقلنا شلون نقدر نسوي Provide Irritation and Resistance Form، وشلون نسوي التيبر مال Tooth Preparation قريب من 5 or 6 degree. زين، وقلنا كل ما كان برا للأكزيال ريدكشن أكزيال وول أثناء التحضير مالتي للكراون كل ما كان افضل، كل ما كان الروتيشن والريسيستنس افضل. هاي بالمحاضره السابقه. وايضا قلنا عندنا ديفرنت فينيشنج لاينز اللي هي شامفر اند شولدر، وقلنا الفينيش الشامفر فينيشنج لاين يستخدم ويا الفول ميتال كراون، والشولدر فينيشنج لاين يستخدمها ويا الاول سيراميك كراون. هاي المحاضره راح نتكلم عن فول ميتال كراون، وايضا راح نتكلم عن الشامفر فينيشنج لاين واستخدامات الفول ميتال فور ميتال كراون، شلون نسوي بريباريشن للتوث. او شي فول ميتال كراون شنو؟ احنا قلنا هو عباره عن كراون يغطينا كل الكورونال سيرفيس اوف ذا توث. زين، عندنا تو سيرفيس كورونال تو سيرفيس، هذا الكراون يغطينا كل الكورونال سيرفيس، كل اكزيا وول اند كلوزر بارت اوف ذا كورونال بارت اوف ذا توث. يعني يختلف عن البارشال اللي هو يغطي فقط من جهات معينة. زين، بارشال كفرج، هذا لا، فول كفرج يغطينا الكراون كله من كل الجهات all surfaces. من شنو يتكون؟ يتكون يا أما عندنا من high noble alloys، زين، مثل gold alloy، وعندنا من وأيضا من يتكون أيضا من low noble alloys ومثل gold palladium أو silver palladium، أو يتكون من نان نوبل ألويز، وأكثر شيء منتشر لأن أرخصهم تقريبا وهو النيكل كروميوم ألوي. هذا أكثر شيء نستخدمه بالعيادات. شو وقت نستخدم الفول ميتال كراون؟ الإنديكيشنز مالته طبعا إذا عندي بادي ديستراكتد تيث، زين، وسوينا له لارج ريستوريشن، لارج أمالغام أو إيفن كومبوزيت ريستوريشن، فراح نسوي العمود الحافظ عسن ما ينكسر وياه بعدين ونفقده، فنسوي restoration هو amalgam or even composite، وراها نحضر السن ونلبسه بكراون. طبعا بالأماكن أيضا اللي ما يكون aesthetic is needed is not needed، ما يكون مطلوب ناحية جمالية، يعني بالposterior teeth أيضا نستخدمه كretainer للبريدج. شوف هنا مستخدم هنا كretainer، هذا الكراون نستخدمه كretainer على مثبتون بالبريدج. هذا طبعا من النيكل كروميوم، وهاي عندنا هنا الجولد. ايضا يتكون ايضا من ستانلس ستيل، بس هذا نستخدمه كتمبوراري، زين، بس ذني اللي يستخدمه كبيرمننت. ايضا نستخدمه بالريموفابل بارشال دينشر. الريموفابل بارشال دينشر يتكون من كلاسب، زين، كلاسب يقدر يمسك ويا الميتال فول ميتال كراونز بدون ما ياثر عليه، بينما بورسلين فيوز تو ميتال or even ceramic all ceramic bridge لما نخلي عليه الكلاس مال ريموفر بارشال دينشر راح يمكن ينكسر وياي السيراميك، او اذا هو بورسلين فيوز تو ميتال راح ينكسر وينفصل عن الميتال. فيفضل انه استخدم الريموفر بارشال دينشر ويا سن احنا مغطيه بالميتال كراون، فول ميتال كراون، حتى ما يأثر عليه على السيراميك ويكسره، لأن الميتال يتحمل الكلاسب وما يصل شيء. أيضا نستخدمه لما يكون عندي short clinical crowns حتى provide maximum retention and resistance، ولما الناس اللي عندهم bruxism، زين، حتى يتحمل الضغط عليه وما ينكسر بحالة البورسلين. أيضا الأسنان اللي endodontically treated teeth مسوي لها حشوات عصب، شو وقت ما نستخدمه؟ طبعا لما يكون عندي الاستاتيك از نيدد للناحيه الجماليه لازم محتاجيها، فما راح نقدر نستخدمها لان هذا ميتال وان استاتيك، يعني بالانتيريور تيث. ايضا لما نقدر نستخدم اسنان تكون يعني تحضير مالتها يكون اكثر كونزرفاتيف، مثل الثري كوارتر كراون او مثل السيفنث ايت كراون اللي هي بارشل كفرج كراونز، زين، ذنشنا مور كونزرفاتيف أكثر من هذا. هذا يكون more conservative إذا if compared with all ceramic or porcelain fused to metal crowns. بينما if compared to
three quarter crowns or even seventh eighth crowns لا راح يكون هنا more destructive and less conservative compared to them. فننتبه هنا زين قلنا لما الستاتيك از نيدد وايضا لما الريتنشن اند ريسيستنس ماكسيمم ريتنشن ريسيستنس از نوت ان امبورتنت اوبجكتيف مو شرط يعني ما محتاجين فد مره بينما اذا اني محتاج بروفايد ماكسيمم ريتنشن اند ريسيستنس بالنسبه اللي يكون عندهم شورت كلينيكال كراون استخدمه بينما اذا ما محتاج ماكسيمم ريتنشن ريسيستنس سو نو نيد تو يوز فور ميتال كراونز I can use all ceramic crowns. فوائده طبعا للميتال فسترينث القوه provide maximum retention الريتنشن مالته تكون توب resistance زين ايضا تكون توب طبعا resistance تكون greater if compared to partial coverage restoration هي 3 quarter crown تكون اقوى وافضل طبعاً conservative if compared to porcelain fused to metal or all ceramic crowns but if compared to partial crown so it will be no less conservative compared to partial crowns لهذا ننتبه لهاي النقطة زين ادي disadvantage قلنا هنا less conservative compared to partial crown coverage اللي هو 3 quarter crown or even 7th 8th crown انتبه ايضا لما اذا اسوي بالب تيست زين اذا اسوي اذا اشوف الفيتاليتي مال التوث زين خصوصا انا من اسوي الكراون راح اثبت على ابارتمنت اغلب الاحيان تكون فايتال زين اذا ما مسوي حشوه عصب فتكون فايتال لما اذا اسوي يعني الفيتاليتي تيست لين الكراون انا حاطه ومسوي له سيمنتيشن باي يوزنج سيمنتس ماتيريالز فتعزل عن السن فلهذا ما اقدر اسوي فيتاليتي تيست خصوصا من استخدم الكتريكال بالب تيستر فما اقدر اشوف هذا السن فيتال لو لا ايضا ديس ادفانتج هو النان استاتيك لما اجي احضر عندي يعني فور ستيبس زين عمود احضرها اول شيء احضر الكلوزر سيرفيس احضر البكال بعدين اللينجوال سيرفيس اللي هو يكون مشابه لتحضير البكال وراها احضر البروكسيمال وافتح الكونتاكت ويا الادجاسنت تيث التحضير مالته هذا 4 متر كراون راح يكون شامفر فينيشينج لاين باي يوزنج شامفر بير يا راوند اند تيبرت فيشر بير او اقدر ايضا استخدم اللي هو النايف ايدج زين بس قلنا هذا مالته الريتشن يكون جدا قليل فيفضل نستخدم الفينيشينج بير والفينيشينج الشامفر بير تو بروفايد شامفر فينيشينج لاين closure surface preparation اول شيء اسوي في شيء اسمه depth orientation groove هاي شنو هي هاي عباره عن جروفات هاي جروفات اسويها بالكلوزر بكر لينجوال سيرفيسز ليش حتى تحدد لي انا ايش قد راح اخذ من التول ستراكشرز اذا ذني ما اسويهم راح اسوي اوفر بريبريشن بدا ما اني احضر ملي راح احضر 2 ملي زين فلازم عندي جايد في شيء يوجهني فهاي الاورينتيشن جروف اكو تعتمد على الشامفر بير او الفيشر بير اقدر استخدمهم حتى اسوي هاي الاورينتيشن جروف بالنسبه لل فانكشنال كاسب هاي عندي فانكشنال كاسب بالنسبه للابر مولرز الفانكشنال كاسب تكون باليتال كاسب وبالنسبه للماندبولر مولرز تكون الفانكشنال كاسب تكون هي الباكال كاسب ف أنا عندي بالفول ميتر كراونز من كل الجهات أخذ ملي فقط من المارجن أخذ نص ملي بينما للنان فانكشنال كاسب ملي بينما الفانكشنال كاسب أخذ ملي ونص شوفوا للأبر هاي بلتا ملي ونص لللور اللي هي البكال كاسب اللي هي فانكشنال كاسب أخذ أيضا ملي ونص فهي شو راح أحددها لما أجي أحدد كل السيرفيسز اللي هي تستوجب أخذ من عندها فقط ملي واحد أستخدم شامفر أو فيشر بير اللي هي مالتها الدايمنشن 1 مليمتر بينما لما أوصل الفاكشنال كاسورد أخذ ملي ونص أستخدم فيشر ثانية أكبر حجم اللي هي الدايمنشن مالتها يكون إشقد 1.5 مليمتر زين وراها أبدأ أسوي مالتي ريدكشنز أند كليرنس
ايضا التوث بريبريشنز واحضر السم اوصل بين الجروفز زين. شوف شلون الاورينتيشن مال البير مالتي اثناء تحضير الاورينتيشن جروفز، هاي يسموها بلانر ريدكشن، بلانر كلوزر ريدكشن، ده تبع الاناتومي مال الكاسب زين، وامشي وين الحناءات مالته. بكر ايضا ورا ما كملت شوفوا هذا بيفل، هذا بيفل شرحناه بالمحاضره السابقه، هذا اسويه بالفانكشنال كاسب فقط، ما اسوي بالنون فانكشنال كاسب، هاي فقط بالفانكشنال كاسب. هذا بيفل حتى بروفايد الجريد مارجنال انتجريتي، وحتى ايضا يصير اوفر كونتورنج بهاي المنطقه. فالمهم هسه انا اجي على البكال سيرفيس بريبريشن، سويت 3 اورينتيشن ديبث اورينتيشن جروبس زين، ميديال وميديال اند ديستال، ابدا اوصل بيناتهم ميزيالي اند ديستالي، قلنا تكون ملي هاي مالتها الديبث، وراح ابدا اوصل. من اوصل للبروكسيمال اترك، ما العب بالبروكسيمال زين. هاي الشامفر ايضا استخدم اني الشامفر بالنسبه للبكال اند لينجوال حتى بروفايد شامفر فينيشنج لاين. اللينجوال يكون نفس تحضير البكال. بروكسيمال راح استخدم في شيء اسمه شورت نيدل اللي هي شورت بوينت تيبر دايموند بير، والانتيريور تيث تكون لونج نيدل تكون اطول، بينما بوستيريور تكون شورت، لين اللينث مال كراونز بالبوستيريور تكون شورتر ذان انتيريور تيث. ركزوا ورا ما استخدم الشورت نيدل اجي ابدا اسوي اب اند داون، اب اند داون، بعدين بكال لينجوالي بكالي لينجوالي بكالي لينجوالي وافتح بهدوء. هنا يا عمود ما بدي اضرب الجسم تيث، لازم قلنا نستخدم اللي هي الشورت نيدل، هي تكون فيري ثين فنقدر يعني افويد هيتنج ذا ادجسنت تيث، او ايضا نقدر نستخدم ماتريكس باند زين او سيف سايدد ديسك حتى نخليه هنايا ونبين السنين وابدا احضر حتى ما اسوي هيتنج ادجسنت تيث. هاي الشورت نيدل هاي افتح بها الكونتاكت البروكسيمال كونتاكت، هذا الشامفر وراح ابدا احضر بالبروكسيمال سيرفيسز حتى تو بروفايد شامفر فينيشينج لاينز. سيتنج جروف، شنو هو سيتنج جروف؟ هذا سيتنج جروف زين or provided by using Fischer-Bear, Tabor Fischer-Bear. هذا نستخدم جهة البكال بالنسبة لل جهة البكال نستخدمه بالنسبة لل للمانديبولار مانديبولار مولرز، وأيضا نستخدمه بال بالاتال سيرفيسز بالنسبة للماكسيلاري مولرز. ليش نستخدمه؟ اول شيء يسوي لنا جايد، حتى لما اني مرات لما دز الكراون للتكنيشن، التكنيشن ما يسوي الاناتومي مالته مضبوط فيضيع علي جهه البكال من اللينجوال، فمن اسوي اني هذا من البدايه الاورينتيشن جروب، هذا يسوي لي مثل جايد الباث اوف انسرشن، اعرف انه هذا يجي بجهه الفانكشنال كاسب، يعني اذا هو ابر فمعناها انه هو وين موجود بالبلاتر، واذا هو لور فهاي معناها هاي الجهه اللي بيها السيتنج جروب معناها ان هي شنو بالجهه البكر. شو يسوي ايضا من فوائده؟ يعطينا ماكسيمم ريزيستنس اند ريتينشن، يمنع الروتيشن، من يسوي لنا بروفايد جود ريزيستنس، ريزيستنس تو وات؟ ريزيستنس تو روتيشن دورينج فانكشن، فهذا يمنع لنا الروتيشن، وايضا يسوي لنا جايد during placement of the crown path of insertion وايضا increase the retention زين. شوفوا هذا يسمونه planar closer reduction، هذا الاكسيال ريدكشن، هذا الاكسيال وول سيتنج جروف يمنع الروتيشن، هاي البيفل اوف فانكشنال كاسب، هذا البيفل نسوي بس بالفانكشنال كاسب الابر اند لور مولرز. اكو شيء حبيت اشارككم باستخدامته اماتي الشغل الماستر والبي اتش دي اللي هو اسمه شامفر وذ جايدنج بين، هاي الجايدنج بين زين مثل بين يوجهك، هذا انت قدرت تاخذ قلنا من ال يعني دورنج بريبيرنج ذا شامفر فينيشنج لاين 1 ملي 0.5 ملي، هذا راح يوجهك وما يخليك تاخذ اوفر بريبريشن. شوف شلون هنايا
هذا بالعاديه تقدر تسوي اوفر بروبيشن، خصوصا اذا انت ستيل ستودنت اند يو ار ناو براكتسينج، بعدك قاعد تتدرب هسه بعدك طالب، فيفضل تستخدم هذا الشافر وذ جايدنج بين. هذا مايزا كان موجود هنا بالعراق ما اعرف. شوفوا شلون يبقيك انت بالرينج. شنو فوائده هذا؟ اول شيء ما تسوي اوفر بروبيشن، ثانيا البروبريشن مالتك كله يكون ستاندرد باكالي لينجوالي ديستالي اند ميزيالي، تاخذ نفس المساحه. ثالثا سهل ان انت تمشي ويا حدود السن، سهل جدا وتسوي البريبريشن، فهاي افضل شيء ان انتم تستخدموه حاليا. شوفوا ما يسوي اوفر بريبريشن، هذا بالنسبه للشامفر العاديه اذا انت ما متمرس، بينما هاي لا يخليك انت ضمن الحدود ضمن الرينج اللي هي 1 ملم or 0.5 millimeters for the margin. Avoid over preparation. We saw in matak uniform preparation, kun standard. We saw in a guidance during preparation. Favorable takhdu chamfer with guiding pin. And thank you.